الله أطعمني أن يكون بفعالية سوريا بخير، أنه روح مع مجموعة كتير كبيرة أهميتها أنه فيها كتير كتير غربيين. شفنا مثلا نادي الضباط اللي تقتل فيه انحرق وتقتل فيه ضباط الجيش السوري العظيم، وشفنا الطريقة اللي هو محروق فيها. مش مهم نحنا نشوف، نحنا نعرف، المهم الآخر، الآخر اللي نحنا نحترمه ونقبله، إن كان أوروبي إن كان أمريكي إن كان من المغرب العربي إن كان من المشرق العربي، إنه يشوفه على أرض الواقع. إنه هودي المجموعات ما عندهم، مش مجموعة مطلبية، مش مجموعة عم تحتاج لأنه بدها حرية أو بدها سيادة أو بدها لا لا، رحنا على مخفر للأمن. هذا المخفر اللي شهدنا كلنا ذبح قد تقطيع أوصال، تقطيع أوصال رجال الشرطة فيه، وفيما بعد شهدنا رميهم بنحر العاصي من على فوق الجسر. هيك هذا هو التغيير اللي هن طالبينه. هيدول معارضين، حدا بده يقنعني انه هي معارضة؟ حدا بده يقنعني انه هيدي حركة مطلبية؟ انا بحب اوصف لك شعوري لما شفنا فت شوي على المخفر. انا زوجي ضابط عسكري وابني عسكري وعمي الله يرحمه عسكري، انا ام عسكري. انا اقتنعت يا ستي بالمخفر، تعبت كثير لما وقفت على الجسر، تخيلت حدا من ولادي عم ينكب من فوق الجسر. هذا مش مقبول، هيدا مش اصلاح. من على إزاعتك بقول له لسيادة الرئيس، أنا عسكري، زوجي عسكري، هول المجرمين بيد من حديد، بيد من حديد، حماة الوطن ما بينرموا بالعاصي، ما بينرموا بالعاصي، حماة الوطن. هيدي مش ثورة. تحبي نرتاح شوي؟ نرتاح شوي معك جيمي ورحمة لأرواح الشهداء من العسكريين، من جنود الوطن، من حماة الديار، من حماة سوريا. الرحمة لهم أكيد، وربنا يبارك لهم بالشهادة. شو مدام سمر؟ يبقى سوريا منذ التاريخ محاصرة، منذ التاريخ يعني مش 30 سنة يمكن الحصار الاقتصادي على سوريا، من أيام الرئيس الخالد الراحل الرئيس حافظ الأسد الله يرحمه، مستهدفة. ليه؟ كل ذنب سوريا أنه سوريا لا تعترف بأن هناك كيان اسمه الكيان غاصب يدعي بأنه اسمه دولة إسرائيل. سوريا ترفض السلام مع هذا الكيان الغاصب. سوريا ممانعة، نعم، دولة عربية ممانعة تدعم المقاومة في لبنان، وهالدور اللي ساهم بشكل كتير كبير بالنصر العظيم اللي نحن الحمد لله حققناه مع الشقيقة سوريا بال 2006 على العدو الغاصب، وكسرنا مقولة الجيش الذي لا يهزم. ايه سوريا اللي وقفوا مع المقاومة الغزاوية منذ نشأة المقاومة الغزاوية، بالوقت اللي كان من يحاكم اليوم ربي لا شميتة، كان مسكر كل المعابر المصرية ومضيق الخناقة عليها لسوريا الرئيس المخلوع حسني مبارك. فاتوا على سوريا وفاتوا على الداخل السوري بواسطة زمر مأجورة موتورة من حسيلة الناس اللي ما بيشبهوا الأصالة السورية بشي أبدا. بتعرفي كل صابعك مش مثل بعضها طبعا، عطول في عنا السيء والجيد. مش صدفة انه مجموعات عم ينشغل عليها بتمويل وبتدريب يمكن وبتسليح بكذا منطقة وبالبدايات وبعدها على الحدود، يعني مش بالداخل السوري، دايما على الحدود، ان كان على الحدود التركيه، ان كان على الحدود اللبنانيه، عرفتي، ان كان على الحدود العراقيه، لا يقدروا يفوتون، يمدوا لهم بالسلاح، يمدوا لهم بالانفاق، شفنا انفاق نحن، مزبوط، ما بين الاردن ودرعا، هيدي ما كانوا عم يفوتوا منا خواريف، كانوا عم يفوتوا منا اسلحه، مزبوط؟ طيب، هيدي
اخر ورقه بايدهم لا يقدروا يدمروا اخر معقل عروبي قومي مساند للمقاومه هي سوريا. ايه وبالتالي تسقط المقاومه بلبنان، تسقط المقاومه بغزه. بنقول لهم فشلتوا، ما تاخذيني على التعبير، فشلتوا. اللي انتصر على اسرائيل واللي هزم اسرائيل وكسر مقوله الجيش الذي لا يقهر ما رح يوقف عند هذه القصه. سوريا اكبر واقوى وامنع. هن كانوا مراهنين انه من اول اسبوع اسبوعين تسقط، تسقط سوريا. شفناه لسعد الحريري كيف كان عم يشلح الجاكيت، تذكري ب 13 اذار 13 الشهر عم يشلح الجاكيت وكانه كان عم بيقول يلا رح تشوفوا هلا شو بنا. الاوباش اللي فاتوا هولي مش ثوار، هولي مش مطلبيين، هول مش خلص لسوريا. اللي بينباعوا بينشرى بخمسه من الفضه هيدا لا يستحق المواطنه السوريه، بالتالي مين بده يردعوا غير الجيش؟ يعني بتضلي تقولي له لابنك هم 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 ما بيرتد، بعدين تصفيه على ايده بدك تربيه.